الصحة العامة هي مهمة جدا، وأنواع الصحة اللي احنا تكلمنا عنها إذا كانت طبية أو إذا كانت تجميلية جينا لوحدة من الممارسات الصحية المفروض يتخذها الإنسان، والرياضة هي جزء لا يتجزأ مننا ونصطحبكم فيها من كل ثلاثاء. وعدناكم دائما يكون ضيفنا محلل رياضي صحفي. سعيدين جدا أن يكون هذا الصباح معي أستاذ محمد الجزولي صحفي ومحلل رياضي. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك سلام، وصباح الخير على السادة المشاهدين، وكل عام وجميع بخير إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نشوف الكارثة اللي حصلت بالأمس، هي بعد نتائج كارثية منتخب السودان يودع الشأن. طبعا هي كارثة، ولكن من الغباء أنك أنت تعمل عمل متوقع نتيجته أنه فشل. حقيقة ما حدث المنتخب في بطولة الشأن المقامة حاليا في الجزائر فشل للجهاز الفني، للاعبين، للاتحاد السوداني لكرة القدم اللي بتحمل كل النتائج دي، لأنه مما بدأ برهانتية بعد ما خلف الفرنسي روبرت فيليوت في نهاية أمم أفريقيا في كان الكاميرون 2021. نعم. هو ما كان يعني نتائجه ما كانت مبشرة، أو كان أداء المنتخب تراجع. هو بعد ما استلم المنتخب وتبرير أنه استلم المنتخب قال دارين نبني منتخب مستقبل، في النهاية هو من دم في اليوم ده مفترض هو يقال، لأنه ما في منتخب مبنوه في بطولة. عشان كده دي النتائج محصلة مؤسفة، منتخب يتحمل الاتحاد هذه النتائج قبل المدرب. هل كانت متوقعة النتائج؟ متوقعة. برهان ما عنده مقيمات انه يكون مدرب منتخب، لانه ما من افضل المدربين، هو اقدم مدرب لكن ما افضل مدرب، هو اقدم مدرب في السودان حاليا لكن بالذات في الدوري الممتاز، لانه ما حقق نتائج مع الفرق او ما حقق بطولة في الدوري الممتاز، هو اقدم. نعم. بهذه العقلية لا يمكن ان يكون هو المدرب الاول للمنتخب السوداني لكرة القدم، لانه فقد الشيء لا يعطيه. مدرب ما مستغير في الأندية اللي أشرف عليها طوال إقالات وإقالات وإقالات، ممكن حقق نتائج مع المورد، ومرات في يعني قبل 15-16 عام مع منتخب الأولمبي في سيكافا، فبعد ذاك ما حقق نتائج. هو اختياراته حتى اللاعبين خطأ، بدليل أنه مدرب بيختار لاعبين مصابين لبطولة عشان يشارك بهم، يعني مما هي دائما بيختار لاعبين مصابين، وهما لانه اصلا ما قاعد يشاهد الدوري السوداني، وده المدرب ما بيشاهد الدوري السوداني كيف يكون مدرب؟ كيف يكون مدرب منتخب؟ ايوه ده الخطا الكبير تحمله السوداني. هو كل ما لقى اجازه بيمشي اثيوبيا وما بيشاهد الدوري اصلا، ودورينا اصلا اغلب المباريات ما منقوله تلفزيونيه. فدي واحده من السلبيات اللي بتخلي انه اللعيبه اللي بيختاروا مدرب هم بيختاروا مساي كده، يعني بس بيخد زي الزول بيختار في الكشتينه ده اجيب ده واشيل ده. معناه الاخفاق من الاول كان من المدرب في الاساس. حتى ده ما افضل لاعبين في الدوري السوداني، ولا في كل الخطوط ما افضل لاعبين، بالذات في الدفاع والوسط اللي عزل قاعد يختاروهم ديل ما افضل. منتخب بلاعبين لاعب كابتن المنتخب معاقب بسوء السلوك وموقفه لجنه الانضباط واختاروا يكون منتخب السودان، دي النتيجه. نعم. خلينا نشوف محمد الجزولي اهم الاحداث والقضايا الرياضيه اللي حتكون مصاحبانا في هذا الصباح، وقال تسجيلات نصف موسم خاصه جدا للهلال والمريخ من خلال ترشيحات المدربين خصوصا المحترفين الاجانب. الهلال والمريخ تفكيرهم في مرحله المجموعات، اي مدرب قام اختار لاعبين، مثلا مدرب المريخ كورو ريكاردو البرازيلي قام اختار 4 لاعبين من البرازيل عشان الحاجات مهمة، الانسجام معاه، هو برازيلي عامل اللقى. نعم. هو بيثق فيهم ويخدموه كابن بلدهم، بنفس الحال المدرب الهلال الكونغولي فران ابينجي اختار لاعبين من الكونغو، لحد الان تم التعاقد مع الطرف الايمن ستيفن ايبويلا، في مدافع مرشح موكاكو امالي دامي بيلعب في الدفاع الحسن الجديدي، وفي لاعب وسط عايد من الدوري الامريكي اسمه ماكانجيلا، ده هم المرشحين ويسجلوا، لكن لحد الان ما سجلوا. المريخ خلاص شبه تسجيلاته في الاجانب انتهت، في اللاعبين المحليين المريخ ما سجل لاعبين على المستوى المحلي عدا لاعبين في فريق الرديف، يعني اعمارهم صغيره تحت سن 23، تسجيلات المريخ كانت في كلها كانت اجانب. الهلال سجل اجنبيين هم عماد الصين لعب المريخ السابق وهو لعب الهلال السابق، وسجل طلال عادل ترشح المدرب بيلعب في اهلي مروي، بعد ذلك سجل سليمان عز الله بيلعب في شرطة القضارف في الفريق الرديف او فريق الشباب. من الملاحظ كل الانتدابات اللي جات والتسجيلات الجديده اللي جاوا بها المدربين كان من بني جلدهم من اصلهم مثلا. ايوه دي حاجات اللغه ذاته، يعني انت عشان تضمن لغتك هو انه هو داير شنو اصلا يا اخي انا يعني هل هو محتاج بس للتواصل اللغوي ولا عشان اللاعب هو ذات نفسه؟ هو بيثق فيهم، لانه دائما التسجيلات الشتويه او التكميليه او نصف الموسم دائما الخيارات فيها محدوده والبطوله قريبه بتحتاج لانسجام، فبتكر انه اللغه ذاتها مع المدرب اهم عامل في الانسجام. المدرب ما محتاج انه مثلا الكنغولي فورلان ابينجي ما محتاج انه لما ترجع ترجم لابن اللاعبين من الكنغو وكذا، وكذا الحال بهيران ريكاردو ما محتاج لمترجم يعني ترجم البرازيل، هو وصل لهم رسالته ودار منهم شنو،
فعمليه التواصل دي مهمه جدا يعني، حتى دائما في الملعب بين المدرب يعني ما دائما الرساله بتكون اسهل بتصل سريع بدون وسيط. صحيح. ايوه. يبقى معناها ريكاردو هو اختار اللاعب الجاهز عكس فلوران؟ ايوه، ريكاردو اختار لاعبين، هو لانه عقده موسم واحد اختار لاعبين لموسم واحد واعمارهم فوق ال 30. بورلاند مدرب الهلال عقده 3 سنة، اختار لاعبين اعمارهم اقل من 24 سنه. وده لانه عقده طويل، عنده خطه طويله المدى وخطه قصيره المدى، هو بخطط مشروعه في 3 سنة. نعم. انه في 3 سنة الناس الهلال او اداره الهلال خلال في 3 سنة حاضرين نصل نهائي مستقبل نهائي بطوله قاريه كونفدرالية او دوري الابطال، هم دايما كده دوري الابطال يعني في 3 سنة هو داير يعني عنده راحته. عدا ريكاردو عقده 1 سنة، في السنه دي هو داير يكسب عقد جديد عن طريق لاعبين جاهزين عندهم خبره يساعدوه في تحقيق هدف النادي واستمراره في مدرب الفريق. استاذ محمد الجزولي، تفتكر انه من اسباب تمسك مدرب الهلال بالتعاقد مع ايبولا، وهل سيكون اللاعب الجوهره المفقوده في تشكيله الهلال؟ الهلال من في الموسم ده يعني هو من رحيل سمو المرغني وقبله كان مؤيد عابدين كان عنده مشكله في الطرف الايمن، قام لجنه التسجيلات جابت اطهر الطاهر، اتعاقدت معه عائد من رحله احترافيه قصيره ما كانت ناجحه في الموسم الثاني، هو كان بعيد من اللعب، اظهر ما عاد هو اثر الفات من الهلال يعني مستواه لسه بعيد عن المستوى الناس اللي بيعمل. المدرب الطرف اليمين بالنسبه له مشكله، هو قال اصلا داير طرف دفاعي، فاختار اللاعب الكنغولي ابويلا ده كابتن منتخب الكنغو تحت 23. أيوة. وبلعب في فريق مانيما ومن اللاعبين يعني المميزين في الدوري حسب رؤيته انه ده الخيار المناسب له، وكان عنده 4 خيارات اختار ده، قال انا داير طرف يمين اسلوبه دفاعي يعني دفاع اكثر منه هجومي. نعم. بنلقى انه الهلال في عهد العليقي ملتزم الصمت وسريه في الانتدابات، دي طبعا هو لكل شيخ طريقته، لكن طبعا هو بيلتزم بالسريه، لكن في حاجات زي دي لازم تكون انت واضح، عندك تواصل مع الاعلام، تواصل مع القاعده بتاعت النادي عشان الناس تعرف انت وين وماشي وين، ما يزعجوك بالكلام. الاعلام دايما بيكسر السريه في الحاجات دي، بيكسر السريه، الاعلام دايما بيخطئ يعني، الاعلام ما بينتظرك انت عشان تجيب له المعلومه. صحيح. لا هو انت لو ما جبت له المعلومه هو ببحث وراك انت، ففي كم طريقه الحاجه اللي بتحصل بتخلي انه تكون في بلبله في القطاع الرياضي مثلا، في مش بلبله يعني في عدم ثقه يعني، الناس خايفه من حاجه يعني، انا اقوم داير اجيب لاعب فلان اعمل اي خطوه فلان، يمكن الخطوه دي الخوف من الفشل دائما بيخلي الزول يلجا الى الكتمان يعني. أيوة. انت ما تتكلم عن حاجتك انه خايف تفشل، فبرضه دي طريقه ما صحيحه، العالم بيجي مفتوح. الصحفيين الرياضيين ما بيدوك فرصه بيلقطوا الحاجه. أيوة. على طول ما كده بيشكوا لك مثلا، دائما الاجتهاد في حالات مضر في حالات زي دي، الناس بتجتهد بتجيك بنتائج، الاجتهاد اللي بيجتهدوا الصحفيين ديل بيجيك بنتائج عكسيه، ما بكون ايجابي دائما، لانهم بيجتهدوا بيمشوا في حته وبكونوا راي عام وسط القاعده بتاعت النادي انه النادي ماشي كده، وانت تقوم تفاجئهم بحاجه زي دي، في سلاح زي حدين، مرات تكون كويسه ومرات ما تكون كويسه اصلا. نعم، خلينا نجي نشوف الرئيس المريخ المنتخب ايمن ابو جيبين بيقوم بنشاط كبير داخل اروقه نادي المريخ، لكن هل سيصبح ابو جيبين الرئيس الملهم بدلا من الرئيس المحبوب؟ حتى الان ابو جيبين بيلقى قبول كامل من غايه المريخ حقيقه. نعم. الرجل يعني حتى ذاته لغته مختلفه قريبه من لغه جمال الولا، اول حاجه الرئيس المحبوب لغته هاديه. نعم. فيها نوع من الاحترام، فيها نوع من الفهم، حتى علاقته يعني ده ذاته هد العصبيه وحاله التوتر اللي كانت سائده بين الجماهير الهلال والمريخ يعني، الناس بقت في ناس يعني في ناس متعصبين اصلا ما بقول المريخ، لكن في ناس العقلاء بقوا يتراجعوا، والله الزول ده كويس لغته كويسه، زول من يعني قاعد يعمل قاعد يخاطب الناس عقولهم. جميل. يعني بطريقه يعني كويسه، ما فيها زي ما بيقولوا هالناس واقف الخلا، ما فيها يعني زول منطقي واقعي. افتكر انه هو لحد الان اضافه للمريخ كرئيس مناسب للمريخ. نعم. خلينا نشوف من خلال التوقيعات الاخيره بتوقيع صيني للهلال، هل ضمن المريخ افضل الموافقه المواقف القانونيه للوصول الى الكاس؟ المريخ خلاص ما عنده حاجه في الصيني، لانه اصلا انت سجلت في خانه الصين اول حاجه، ما في شيء بدين الهلال ولا الصيني، انت استلمت المقدم العقد عقدك انت ما يعني الصين هسه ما عنده عقد مرفوع في الهلال، يعني ما عنده عقد مرفوع مع المريخ مرفوع في السيسي، ما في. نعم. حتغاضي في شنو انت؟ ما بتقدر تدين الهلال ولا المريخ، اللاعب تمت عقوبته بلجنه الانضباط، وقفوه 6 شهور وجيب له استرحام، وبعد 4 شهور بترى انه ملف الصيني المفروض يتقفل تماما من متقفل، الناس الواعيين في المريخ انه قافلين انه افتكروا دي خط محطه ناس تتجاوزها خلاص ما في حاجه ثانيه، الصيني خلاص بيلعب الهلال ما في زول بيقدر يقول كده، ولا حتى تمشي كاس حتقول شنو انت، او تمشي تستانف حتقول شنو انت، لعبك وفسخت عقده واستلمت الشرط الجزائي بتاع فسح العقد. أيوة. وسجلت في خانته وهو في سيستمك ما موجود وما عنده عقد، الهلال قام وقع معه عقد لما علم انه متعاقد عنده عقد مع المريخ، قام سحب العقد من السيستم خلاص بقي تعاقد جديد.
ما بتقدر انت يعني تعمل له اي حاجه. نقول كيف يرى الصحفي المحلل الرياضي محمد الجزولي هجوم الاعلام المريخ المتواصل على لجنه معتصم عبد السلام؟ والله شوف دائما دي هي مش مريخ، حتى لو كان الحاله دي للهلال كان برضه ناس حتهاجم اللجنه بتاعت عبد السلام، رغم اني لجنه بتشتغل بطريقه اصلا ما يعني ما ولا قانون ولا روح القانون. مثلا هي اللجنه الهجوم بتاعها مش اول ناس هو هجموا سيشال اول حاجه، لانه لجنه اوضاع اللاعبين قامت لما لجنه الاستئنافات او لجنه الانضباط خفضت عقوبه الصين وقبلت وعلقت باقي العقوبه بعد 14 يوم، لجنه اوضاع اللاعبين قالت يا اخي دي عقوبه وجوبيه وقامت استأنفت القرار، ولجنه الاستئنافات لغت القرار بتاع لجنه الانضباط وابقت العقوبه كما عليه، اللاعب قام قدم استرحام. فده هجوم يعني حاجه يعني ده انه اظهار للراي العام يا اخي نحن ما راضين عن الحاجه دي، لكن في النهايه هم ما عندهم حاجه غير الاحتجاج، قانونا ما في حاجه. خلينا نشوف بعد فشل المساعي لانهاء الخلاف وعوده اللاعب لمواصله مشواره، هل الحمله الجماهيريه ضد حارس مرمى المريخ منجد النيل كانت وراء انهاء مشواره برفقه الاحمر؟ الحمله يعني الجمهور تسبب في شطب منجد النيل، يعني منجد النيل مرات يمان اللاعب ده بمر، اللاعب دائما بمر بحالات بتاعت اخفاء يعني ما في، فدائما بيحولوه يعني بيحملوه وزر اي خساره صحيحه مرات منجد، مرات يعني وقع في اخطاء، لكن دي ما اخطاء يعني كره القدم بتكون 11 لاعب، اي لاعب مسؤول عن خطا المجموعه صحيح. فالجمهور دائما بيتكلم بالذات يعني الحارس في كل الانديه في السودان تحديدا هو ضحيه لاي خساره، افتكروا انه بيحملوها للحارس، بنسوا اي خط ثاني في الفريق وافتكروا حارس المرمى ضعيفه وحارس ما ملتزم وحارس ضعيف كده، يعني منجد صراحه دفع وهو وصل لقناعه انه استمراره مع المريخ اصبح مستحيل، هو طالب قبل فتره انه ينهوا عقده وهو خلاص كده يحسن له يعني من ناحيه نفسيه انه يكون خارج المريخ. خلينا نشوف لسه نحن برفقه المريخ وسليمان بشير مدير للكره بالمريخ، هل نجح حسام عبد الجليل في صراعه مع امير كاريكا وحاتم محمد احمد؟ ونجح طبعا نجح، لكن سليمان انا بعرفه يستاهل، زول اجتهد كامل اجتهاد من عامل معدات، هو بيقرا في الجامعه لحضر ما حضر الدكتوراه، وزول عنده لغه، حتى ديل ما عندهم لغه زي يعني الناس اللي عاملين، هو عنده تواصل مع المدربين، المدربين بيحبوه لانه زول انضباطي ومهني من الدرجه الاولى، وانا من هنا بهنيه بقول له مبروك وانت تستاهل انك تكون رئيس القطاع الرياضي مش دائره الكره يعني سليمان. يا سلام، اشاده من صحفي رياضي. المريخ في معسكر حرس الحدود بالقاهرة والهلال رغم بداية الإعداد بالخرطوم، أفضلية معسكر تنزانيا عن جنوب إفريقيا؟ طبعا ده منطقي إنك تختار تنزانيا على جنوب إفريقيا لاعتبار من ناحية نفسية، إنه في المدرب بيكون يعمل بهدوء، ما في زول أنت ممكن تمشي للعدو في بلده صحيح ودار تستعد له، هو بيعرف أكثر منك وده ملعبه يعني. أيوة الهلال في النهاية حيضمن يدي مباريات قوية في تنزانيا، تنزانيا عنده فيها علاقات كويسه مع سيمبا، حيدي مباريات كويسه مع سيمبا، حيلعب 3 مباريات مع سيمبا عن زامبا ميغنيغوما، ده فريق دي 3 مباريات احسن ما يكون هناك، لانه هناك المدن في جنوب افريقيا بعيده من بعض، يعني انت لو دار تجيب فريق عشان تلعب معاه ودائما تدفع له حق التذاكر والاقامه، لكن انت في تنزانيا حتلعب الثلاثه انديه حتلعب مع الهلال موجوده في العاصمه في دار السلام، فهو محتاج اصلا عشان يمشي بعيد، افتكر من ناحيه طقس وجو ومن ناحيه نفسيه وهدوء، يعني تنزانيا بلد هادي شديد يعني. نعم، ننتقل من المريخ مباشرة للهلال ونشوف بعد صدور قرار لجنة الانضباط ضد رامي كمال وعلى مدين محمد عبد الله، هل فعلا الهلال دخل دولة القانون؟ والله دي مؤشر كويس جدا، حاجة مكعبة أصلا، يعني كون إنه لجنة عدلية في نادي الهلال تعاقب أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، دي حاجة نحن وصلنا لمرحلة انتقلنا من مرحلة إنه معناها اللجنة دي المجلس ما عنده وصاية عليها وما بيقدر يأثر في قراراتها، بعيدا عن نوعية القرار اللي بفكر إنه قرار ذاته أصلا ما فيه نوع من المنطق مجاف، يعني انت غرمت فرضت غرامه 5 مليار جنيه او 5 مليون جنيه على كل واحد، فافتكر انه دي عقوبه اول حاجه مغلظه شديد فيها شيء من الانتقام، انا افتكر ما خفي 5 يعني ما في حاجه وبعدين انت تكتب ادانه، طبعا هون اللجنه وقعت في يعني في الرياضه ما في حاجه اسمها ادانه، في مخالفه يعني ممنوع في الرياضه تكتب ادانه، يعني ما بتكتب ادانه بتكتب مخالفة، يعني وقع في مخالفة ما بقولوا إدانة، إدانة دي جنائية جنائية أيوة، لكن دي مخالفة خالفت النظام الأساسي، هو مخالف النظام الأساسي معناها مخالفة ما إدانة، ما هو إدانة زول اختلس سرق خان أمانة كده قانون جنائي، لكن ده قانون رياضي فيه المخالفة ممنوع فيه لفظ إدانة. خلينا نشوف في محورنا الأخير اتحاد الخرطوم من التجميد إلى البحث عن وسيط والقبول بخارطة الطريق،
طبعا اتحاد خرطوم اصلا من ما جه الشاذ عبد المجيد عنده صراع مع الاتحاد السوداني لكره القدم، وخلينا نقول لك بكل صراحه الاتحاد السوداني لكره القدم اي اتحاد رئيس اتحاد ما بوالي له هو طوالي هذا الاتحاد حيكون بيتعرض لحرب واضحه من الاتحاد ومعاكسات ومخالفات. الشاذلي الاتحاد اول حاجه في الجمعيه العموميه الاتحاد الخرطوم خاطب الاتحاد العام انه هو داير يعمل جمعيه عموميه، والاتحاد العام وافق. نعم وافق. لما جاء وفي طعون تقدمت الاتحاد قال لا الانتخابات ما تقوم، عمل قرار الطريق الشاذ عبد المجيد اتحاد الخرطوم رفضها، خلينا نقول اتحاد الخرطوم رفض الشاذ. والمقصود طبعا كله الشاذ عبد المجيد عنده صراع مع ناس في الاتحاد، ولانه كان نائب رئيس مجموعه النهضه اللي بقوله الدكتور حسن برقو والدكتور كمال شداد ديل في الانتخابات فات كان ضدهم، هو كان ضده يا اتحاد الخرطوم، كانوا قايد حمله ترشيح شداد الاتحاد العام. فده الصراع اصلا ده الصراع، الموضوع كله تصفيه حسابات، يعني ما عنده علاقه بالكوره، وعشان كده دائما نتائجنا بتكون كده اي حاجه فيها شخص مرجع. ما في يتكلم عن قانون، لانه اذا تكلم عن قانون اتحاد خرطوم اتحاد كريمه لانه موالي ورئيس اللجنه القانونيه ارتكبوا رئيس لجنه قانونيه في الاتحاد وترشح، وبعد ذاك ما في اي انتخاب للجان عدليه فيه كله تجاوز النظام الاساسي واحتمدوا الانتخابات. اتحاد الخرطوم ما احتمدت ليه؟ لانه الشاذلي اتحاد الخرطوم مفتكر انه الشاذلي زول معارض للاتحاد وما معاهم شغال ضدهم، عشان كده هم قصدهم انه ده يبعدوا الشاذ الاول حاجه، ما قصدهم الخرطوم. فالشاذ ده ليش يضغطوا الانديه بتعليق الانتخابات تعليق الانتخابات وخلوا الانديه لاعبتها انه ده يعملوا ضغط على الانديه عشان تقوم برده فعل معاكسه ضد الشاذ اللي ساندته، وتجي بزول جديد يجيبوا الاتحاد ويكون يعني شغال بالوصايه، يعني زي المستعمره، يعني انا اكون انت تنفذ حاجاتي انا دائما ما حاجاتك انت، ده كل اللي بيحصل. خلينا نشوف ختام الرؤيات محمد الجزولي في التسجيلات الاخيره لهلال مريخ والتسجيلات الجديده والانتخابات اللي حصلت. التسجيلات والانتخابات؟ التسجيلات والاضافات الجديده للعيبه. والله الهلال سجل لاعبين، مثلا الطرف اليمين كان محتاج طرف يمين محتاج له حقيقه، كان محتاج صانع العاب ثاني ما سجلوه، هو لسه محتاج ارتكاز، محتاج قلب دفاع، لحد الان ما سجل لان التسجيلات انتهت 31. المريخ المدرب حدد خيارات انه قال داير طرف يمين وارتكاز وقلب دفاع ومهاجم، خلاص ديل امنوا عليهم. دي التسجيلات افتكر اضافات معقوله ومناسبه، لانه ما في زمن اكثر منك، نصف الموسم دائما ما بيكون في زمن للانسجام، وما فكرت تضيف لاعبين اكثر من اربعه او خمسه لاعبين. نعم أنا شاكرة ومقدرة لوجودك من خلال صباح الشروق في تحليلنا الرياضي لهذه الفترة، شكرا جزيلا، أتمنى أنه أشوفك مرارا وتكرارا من خلال هذا الصباح. إن شاء الله، وأنا شاكر لك، وإن شاء الله نكون قدمنا حاجة مفيدة للمشاهد. وفيت وكفيت، ما قصرت. شكرا للصحفي والمحلل الرياضي أستاذ محمد الجزولي لهذه المساحة، وشكرا لكل المشاهد الكريم اللي رافقنا وكان معنا من بداية حلقتنا وصولا إلى هذا الختام. نلتقيكم إن شاء الله في صباحات مختلفة، في أمان الله.